السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل للتمرين من الوحدة 16 القسم 2 استخدام الطاقة الكهربائية منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. ردد شعاري المثابرة: أقرأ أفهم أحفظ أطبق، مفتاح النجاح بعون الله في إيدك. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل خطوة بخطوة، وجيب الورقة اللي كاتب فيها المعادلات الخاصة بالوحدة 16 واللي أنت جهزتها كل درس بدرسه. مصباح قدرته 100 واط، يعمل بكفاءة 22%، وهذا يعني أنه يتم تحويل 22% من الطاقة الكهربائية إلى طاقة إشعاعية. كم عدد وحدات الجول التي يحولها المصباح إلى طاقة إشعاعية في كل دقيقة يتم تشغيل المصباح فيها؟ هذا الطلب A. تستخدم أنت هذه المعادلة E وتساوي P في T. P عندك وT عندك لأن لك خلال كل دقيقة، لكن عندك القدرة مش ما حيقدر، يعني مو كل المية واط حتتحول إلى طاقة إشعاعية، 22% فقط. فلذلك منعوض 22 على 100 ضرب 100 اللي هي صارت القدرة المتحولة إلى طاقة إشعاعية، ضرب 1 منت الدقيقة منحولها لثواني، الدقيقة عبارة عن 60 ثانية، لذلك قلنا 1 ضرب 60 ثانية. الجواب بيطلع عندك 1.32 في 10^3. 100 مع 100 بتروح بيضل عندك 22 مضروبة بالستين ويساوي 1320. بتضغط الـ ANG بتطلع عندك 1.32 في 10^3. هلأ الطلب B، كم عدد وحدات الجول من الطاقة الحرارية التي يخرجها المصباح في كل دقيقة؟ يعني أنت 22% بتتحول إلى طاقة إشعاعية، شو بيبقى من المية؟ لذلك بتستخدم نفس المعادلة، وبيبقى من المية بنقول 100 ناقص 22 بده يطلع كام؟ 100 ناقص 22 بده يبقى 78. هي الطاقة كم عدد هي الطاقة التي يخرجها المصباح في كل دقيقة؟ لذلك قلنا 100 ناقص 22 على 100 اللي هي النسبة المئوية، ضرب 100 اللي مقدار القدرة، ضرب الدقيقة اللي هي 60 ثانية، فبيطلع عندك 4.48 في 10^3 جول. هلا 78 بنضربها في 60، لأن 100 مع 100 بتروح تطلع 4680. تضغط على الـ ANG تعطيك إياها 4.68 في 10^3 جول. وفي رعاية الله لا تنسونا من الدعاء ومن التعليق ومن التشجيع.